القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الخالدة، قضى الله بألا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها نبراسا أبديا، وكفل له حراسه وسدنته ليصل إلينا كما أنزل، وسيبقى إلى ما يشاء الله له دون ما تحريف أو تبديل. ياسين والقرآن الحكيم، وكأن الاسم نفسه يدعو كل مسلم أن يقرأ في هذا القرآن. حاميم والكتاب المبين، كلمة القرآن والكتاب تعني العناية بقراءة القرآن وبكتابته وتسجيله. إذن هو كتاب مقروء مكتوب. الاسم العلم هو القرآن، وبعدها الكتاب، ثم بعد ذلك يأتي من ناحية صفات هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. القرآن الكريم هو كتاب الله الذي نزل على نبيه محمد بلغة العرب أو بلغة قريش بالأحرى، لأن لغة قريش كانت هي اللغة الفصحى بالنسبة للعرب. نزل القرآن الكريم عليهم وهم أفصح العرب، يتحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، فعجزوا، فتحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله، فعجزوا، فتحداهم بسورة واحدة من مثله فعجزوا. وبينزل القرآن الكريم منجم بمعنى كلمة مفرق في 23 سنة، 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة. القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والكفار كانوا يقولون إن الذي ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو شيطان، فجاء القرآن مكذبا لهؤلاء في قوله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. لا يسمعون الوحي، ولا أحد يسمع الوحي، إلا أنهم كانوا يلاحظون تغييرات على وجه الرسول عليه الصلاة والسلام فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في 40 من العمر بحسب أفضل الروايات. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالرسول أمي يعتمد على ذاكرته. كان معظم العرب أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، بل إن القرآن الكريم أشار إلى أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي الأمي، حتى لا يتهم بأنه نقل القرآن الكريم من لغة أخرى. نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم كان بطريقة واحدة، هي أن جبريل ينزل عليه بهيئة، هذه الهيئة كانت تسمى صلصلة الجرس. يعني أن جبريل حينما كان ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي كانت تخفق أجنحته فتحدث صوتا، والسر في هذا الصوت أن يستعد الرسول صلى الله عليه وسلم لتلقي الوحي فلا ينشغل بشيء من الأشياء. ولذلك كان القرآن ينزل منجما، يعني متفرقا، لا ينزل مرة واحدة، رحمة بالرسول صلى الله عليه وسلم. قيل إنه نزل من اللوح المحفوظ إلى سماء العزة في الدنيا في شهر رمضان المبارك، كما قال ربنا سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
وفي المرة الأولى التي نزل جبريل بالقرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم رآه رأي العين في الخمس آيات التي نزلت في صدر سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن معنى هذا أن جبريل سمع القرآن من الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنا ثم بلغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن ينسى آية من القرآن الكريم، فكان يقرأ وراء جبريل يحرك لسانه. الله سبحانه وتعالى أمره بأنه لا يفعل ذلك، لأن حفظ القرآن الله سبحانه وتعالى سيهيئه له. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقرأ جبريل كان ينصت ويسمع، ثم بعد أن ينتهي جبريل يثبت الله القرآن في قلبه فلا ينسى منه شيئا. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبها الأوس والخزرج وهما من القبائل اليمنية المتأثرة بلهجات الجنوب، طلبوا إلى رسول الله أن يدعو ربه كي ينزل القرآن على حرف آخر يوافق لهجتهم واستخدامهم المختلف للمفردات العربية المتفقة في المبنى والمختلفة في المعنى والاستخدام. ومثلما كان من الأوس والخزرج، طلبت بقية القبائل العربية التي دخلت في الإسلام أن ينزل القرآن موافقا للهجاتها المختلفة حتى صارت الأحرف سبعة وهي جميع اللهجات العربية. كانت هذه اللهجات تتميز ببعض الألفاظ المستعملة في لهجة وهي غير مستعملة في لهجة أخرى. فمثلا كلمة الفتح، الجزيرة العربية انقسمت إلى قسمين في فهمها، الفتح في الجنوب بمعنى الحكم، والفتح في الشمال بمعنى فتح الأبواب وفتح الأمصار. القرآن الكريم اشتمل على نفس المعنيين، فوجدنا قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، يتوقف عندها سيدنا عبد الله بن عباس بالرغم من أنه ترجمان القرآن ويقول لم أفهم هذه الآية حتى سمعت ابنة ذي يزن وهي تقول لخصمها تعال أفاتحك، ففهمت المعنى أنه ربنا احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين. بهذا ورد، وورد أيضا في القرآن على اللهجة الشمالية مثل قوله ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. فالفتح ورد في القرآن باللهجتين معا، فهذا حرف وهذا حرف آخر، والأمثلة على ذلك كثيرة كثيرة. ومن هنا نعلم بأن الأحرف السبعة ما هي إلا لهجات أراد الله عز وجل بها أن يخفف على الأمة وعلى جزيرة العرب بلهجاتها المختلفة أن تفهم القرآن وأن تقرأه بهكذا. بوحي من رب العزة يحفظ سيد الخلق قرآن ربه في صدره كما حفظه جمع غفير من الصحابة الكرام. كان الصحابة كل همهم القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم حين كانت تنزل عليه الآية كان يقرأها في الصلاة ويقرأها على أصحابه، والعرب كانت أمة أمية،
هذه الأمية ساعدت العرب على الحافظة القوية التي تلتقط ما تسمع فيختزن عندها في الذاكرة ولا تنساها مطلقا. كانوا يتلونه في بيوتهم، وكانت بيوتهم لها دوي كدوي النحل، كانت بيوتهم تعرف لقراءة القرآن وتشجيع الرسول صلى الله عليه وسلم لهم في هذا الحفظ. كان يمر على بيوتهم فيسمع منهم القرآن. مرة مرة على بيت أبي موسى الأشعري فأعجب بصوته، فلما قابله بعد ذلك قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتك حسن في قراءة القرآن. فقال له أبو موسى الأشعري: لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. وليدون في السطور كما وعته الصدور، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبة الوحي بخطه في الصحائف لحكمة علية. كلمة جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تعني أمرين: أولا الحفظ في الصدور، ثانيا الكتابة في السطور. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تسجيل ما ينزل بالوحي، فكان له كتاب يستدعيهم بعد نزول بعض الآيات ليكتبوا هذه الآيات فيما هو متاح أمامهم من وسائل الكتابة والتسجيل. كانت أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، الذي يكتب منها عدد بسيط، فاتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم منهم كتاباً للوحي، بلغوا 40 كاتباً، مثل زيد بن ثابت، أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود، معاوية بن أبي سفيان، وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم الخلفاء الأربعة، وعلى رأسهم علي، لأن علي كان شاباً، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي طبعاً. يعني لنا أن نتصور أن كتاب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا من خلاصة أصحابه، وكانوا يتميزون بحسن الخط، بحيث الخط الذي يكتب به كلام الله ويكتب به القرآن الكريم يكون في غاية الروعة والبهاء والجمال. لكن الكتابة كانت بدائية، كانت وسائل الكتابة لم تكن ميسورة لديهم، كانوا يكتبون في جريد النخل، كانوا يكتبون على صفائح الحجارة، كانوا يكتبون على الجلود، لأن هذه الأشياء هي التي كانت ميسورة لديهم. بعد الهجرة إلى المدينة كثر كتاب الوحي وتزايد عدده، وكان القرآن يكتب مرتب الآيات ومرتب الصور. هذا الترتيب كان توقيفيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. جاء سيدنا جبريل وقال لسيدنا محمد: ضع هذه الآية بين آيتي الربا والدين في سورة البقرة. معنى هذا أن كل آية كانت تنزل على رسول الله كان سيدنا جبريل يوضح له موضعها في نفس السورة، وكذلك في ترتيب السور كان أيضا ترتيبا توقيفيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان جمع القرآن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مرتب الصور ومرتب الآيات، لكن
لم يجمع في مصحف واحد. كان من المحتمل أن تنزل آيات أخرى على رسول الله، فإذا كيف كان يمكن إضافتها في المصحف إذا تم جمعه وكتابته؟ لأنه لم يكن معلوما متى سينتهي الوحي، ولأن هناك آيات كانت تنسخ مثلا آية أخرى، فسيحدث التغيير وسيحدث التبديل، ولذلك لم يكتب القرآن في مصحف واحد في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعرض القرآن الكريم مع سيدنا جبريل في شهر رمضان، فكان يقرأ وسيدنا جبريل يسمع، وسيدنا جبريل يقرأ وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع، حتى جاء في العام الأخير لحياته الشريفة راجع القرآن مع سيدنا جبريل مرتين، وكانت هذه تسمى العرضة الأخيرة، وحضر فيها سيدنا زيد بن ثابت والنبي يراجع سيدنا جبريل، فكانت هذه العرضة هي المرجع الأساسي للصحابة بعد ذلك. ونبه الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم ألا يكتبوا شيئا غير القرآن حتى لا يختلط بغيره، يقول لهم لا تكتبوا عني شيئا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. ولكن لم تكن هناك فرصة لجمع القرآن في الأيام القليلة بعد ذلك، لأن الرسول مرض مرضا المرض الموت، وتوفى بعد ذلك قبل أن يتم جمع القرآن الكريم. ورحل الأمين والقرآن الكريم في أيدي رجال هم أحرص عليه من حرصهم على أنفسهم. وهنا كان للصحابة دور عظيم في حفظ القرآن وجمعه. أولاً الصحابة هم الذين قاموا بحفظه في صدورهم، الصحابة هم الذين قاموا بكتابته في الجريد وفي العظم أو في رقع الجلد أو على رقائق من الحجارة، وكانوا يحفظونه ويحافظون عليه بتدارسه وتلاوته والعمل بتنزيله وما جاء فيه. ولذلك عندما احتاج المسلمون إلى جمع القرآن في عصر أبو بكر تم ذلك بسهولة ويسر، ولم يحدث هناك تحريف أو تبديل أو تغيير لدور الصحابة العظيم في حفظه. تولى الصديق شؤون دولة الإسلام وهي في مهدها، وكانت البداية أثقل على كاهله من جبل أحد. إنها الردة التي استشرت في معظم البقاع والبطاح. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة 11 من الهجرة ارتد كثير من قبائل العرب عن الإسلام. الردة لها صور متعددة. هم مش ارتدوا عن الإسلام، لا، هم ارتدوا عن، كانوا بيعتبروا مثلا الزكاة كانت تعطى لرسول الله، فلمن نعطيها؟ احنا مسلمين وكل حاجة، بس لما ندفع زكاة لأبي بكر، أبو بكر من قريش، هذا دليل على أننا خاضعون لقريش. ومنهم من ادعى النبوة وكان أخطرهم على الإطلاق مسيلمة الكذاب عليه لعنة الله. كان مسيلمة من بني حنيفة، وبنو حنيفة يسكنون في اليمامة، وهم فرع من قبائل ربيعة، من شعب كبير اسمه ربيعة. فأما محمد من قريش، من مضر يعني. بعض القبائل ارتدت للعنجهية، فكان الناس يقولون لمسيلمة نشهد أنك كذاب وأن محمدا صادق، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق المضر. فقام سيدنا أبو بكر خليفة رسول الله
بإرسال حملة إليه كان بها كثير من حفظة القرآن الكريم والقراء. ونزلوا في حديقة كبيرة ودارت المعركة هناك حتى سميت الحديقة حديقة الموت من كثرة القتلى من الفريقين. استشهد في هذه المعركة كما ذكر الرواه 70 من حفظة القرآن الكريم وقرائه، وفي رواية أخرى 700. بذلوا يعني جهودا كبيرة، كان أحدهم يرسم خطا على الأرض حتى لا يتجاوزه ويقسم ألا يغادر هذا الخط إما إلى الأمام وإما أن يموت على خط. ولذلك سميت معركة اليمامة بمذبحة القراء لما حفاظ القرآن الكريم. لكن بطل حروب الردة هو خالد ابن الوليد رضي الله عنه، ده الورقة الرابحة في يد أبي بكر، في أي مكان يضعه يحقق الانتصار. لكن هناك صحابة كثيرون كانوا يحفظون القرآن الكريم، لكن عمر بن الخطاب خاف على القرآن، خاف على ضياع القرآن بموت الحفاظ. وربما تضيع كلمة من القرآن الكريم، ربما نختلف حول حرف من القرآن الكريم. فأشار على أبي بكر أن نكتب القرآن في صحف مرة أخرى. لماذا؟ لأن القرآن المكتوب في الجلود والحجارة وجريد النخل من الممكن أن يتعرض للزوال. سيدنا أبا بكر قال له: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن سيدنا عمر قال له: هو والله خير، وأخذ يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لما شرح له صدر عمر. فأرسل سيدنا أبو بكر لسيدنا زيد بن ثابت وقال له: أنت شاب لا نتهم، ونريد لك أن تختار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تختار لتجمع القرآن الكريم ولتنقلوه كله نقلا تاما كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا زيد بن ثابت توجه سخيفة من هذا وقال ما قاله أبو بكر لسيدنا عمر، حتى أخذ يراجعه، حتى يقول سيدنا زيد بن ثابت: حتى شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر وعمر. ويقول: والله لو كلفني أبو بكر نقل جبل لكان أهون علي مما كلفني به. وحانت ساعة الجمع حين شرع كاتب الوحي الأشهر زيد بن ثابت يجمع ما تفرق من آي الذكر الحكيم، يشرف عليه ويعاونه الشيخان أبو بكر وعمر، فيتحرى القوم الدقة في عمل لا يعدله صنيع في تاريخ الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. سيدنا زيد بن ثابت لم يكتب مما حفظ رغم أنه يحفظ القرآن، كان حاضرا للعرض الأخيرة. فتنقل زيد بن ثابت ومن يعاونه من الصحابة رضوان الله عليهم مثل عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وغيرهم، يجمعون القرآن من ما هو مكتوب على الجلود اللخاف اللي هي سعف النخل أو في الحجارة أو عظم الأكتاف أو غير ذلك. تقريبا في أوائل 12 من الهجرة. وكانوا لا يأخذون شيئا مكتوب عليه آيات من القرآن إلا بعد أن يشهد عليه شاهدين. شرط التدوين
أن يطابق المكتوب في السطور ما حفظ في الصدور. والمعنى الآخر أي شاهدين عدلين على أن هذا ما قاله أو ما وجداه قد كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع ما يستطيع وبقيت صورة واحدة هي صورة التوبة. لم يجدها زيد إلا عند صحابي واحد هو خزيمة بن ثابت الأنصاري. وجدها إيه؟ هي محفوظة في صدر سيدنا زيد لكنه لم يرد أن يكتبها وحده، ومحفوظة في صدر الصحابة لكنه كان يريد أن يوثق ما حفظ في السطور بما في الصدور بما كتب في السطور، فلم يجدها مكتوبة إلا عند أبي خزيمة الأنصاري. الصحابي الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، وفي رواية أخرى أنه قال من شهد له خزيمة فحسبه وكفى، فأخذها منه مكتوبة على رقعة فاعتمدها زيد بن ثابت. فكان اهتمام سيدنا زيد ومعه بقية الصحابة اللي هو معاذ وأبي ومعاوية إلى أن تم جمع القرآن في عهد سيدنا أبي بكر، وهذا يؤكد اتصال السند الكتابي للقرآن الكريم. لم ينقطع اتصال السند الكتابي للقرآن الكريم. الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده جمع كل شيء عن القرآن الكريم، ونزلت الآيات كاملة كما نقرأها الآن. في عصر أبو بكر أراد أن يواصل هذا السند الكتابي فحفظ القرآن وجمعه في صحف، ووضع عنده هذه الصحائف إلى أن توفى، وبقيت مع سيدنا عمر إلى أن توفى ووضعت عند حفص بنت سيدنا عمر. لم يحدث في عهد عمر أي خلافات حول قراءة القرآن وحول تحفيظ القرآن، لأن الناس كانوا مشغولين بالفتوحات إلى أن جاء عثمان ابن عفان. تشعبت دولة الإسلام في ظل الفاروق، وتوالت الفتوحات شرقاً وغرباً في عهد ذي النورين، لكن سبيلها ظلت واحدة وكتابها لم يختلف عليه اثنان، خاصة عندما لم يترك عثمان مجالاً للفرقة حين رأى ضرورة جمع القرآن على لسان واحد ليجمع به شمل المسلمين. في عهد سيدنا عثمان كان سبب جمع القرآن لسيدنا عثمان اختلاف الروايات القراءات في الأمصار. القرآن الكريم كما نعلم أنه نزل على سبعة أحرف، بمعنى سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد. فمثلا في قوله تعالى قل تعالوا، تعالوا ممكن معنى أقبل، هلم، عجل، أسرع، نحوي، قصدي، كل هذا كان موجودا في نزول القرآن. لكن في بداية الأمر نزل القرآن بلغة قريش، فلما دخلت قبائل كثيرة بعد ذلك نزل القرآن على سبعة أحرف تيسيرا على الناس. فالصحابة كل واحد كان يقرأ بحرف، لأنهم ليسوا مأمورين بالقراءة بالسبعة أحرف بل بأي حرف شاءوا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم اقرأوا بأي حرف شئتم وبأي حرف قرأتم فقد أصبتم. فكل صحابي اختار له حرف. انساح المسلمون في بلاد الله ينشرون دين الله، وحينما اتسعت البلاد ذهب كل صحابي إلى بلد وكان له أتباع يحفظهم القرآن على الحرف الذي اختاره. من هنا بدأ هذا يقرأ بلهجته وبدأ هذا يقرأ بلهجته. لما اجتمعوا في غزوة أرمينية وأذربيجان اختلفوا،
هذا يخطئ ذاك وذاك يخطئ هذا، وكادوا يقتتلون. مما جعل سيدنا حذيفة بن اليمن وهو في أرمينية وأذربيجان فوق من إيران في هذا العهد يفتحوا ينشروا الإسلام ويفتحوا البلد للدعوة الإسلامية، ووجد هناك من الشباب من يتشجر بسبب القراءات، فترك الجيش وذهب إلى سيدنا عثمان وقال له أدرك الأمة حتى لا تختلف في القرآن الكريم. قرت عين أمير المؤمنين عثمان بن عفان إلى الجمع الجديد للقرآن الكريم نقلاً عن صحائف أبي بكر الصديق. ساعتها قرر نسخه ليبعث به إلى الأمصار حفاظاً على كتاب الله عز وجل من أي شبهة تحريف أو مظنة تبديل. فجمع سيدنا عثمان بن عفان الصحابة، وكانوا في ذلك الوقت في المدينة 12,000 صحابي يحفظون القرآن الكريم. يبعث إلى السيدة حفصة بنت عمر ويطلب منها إيه؟ يطلب منها صحائف القرآن الكريم المسجلة عندها والمحفوظة عندها في مكان لا تصل إليه الأرضة ولا يتصل إليه العفونة ولا يصل إليه أي شيء، وموضوع مغلف في حرير ومغلف في ديباج بحيث ومحصن تحصين كامل مصفح بحيث لا يصل إليه شيء. وجاء بسيدنا زيد بن ثابت أيضا الذي كان حاضرا للعرض الأخيرة، وهو الذي جمع المكتوبات في عهد سيدنا أبي بكر. مش يعيد كتابته، يعيد النسخ، يعيدون النسخ بحيث يكتب من القرآن الكريم عدة نسخ، روي أنها 5 نسخ كتبت في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه. أرسل بكل مصحف إلى حاضرة من حواضر الإسلام، فأرسل إلى البصرة وإلى الكوفة وإلى مكة المكرمة وإلى المدينة المنورة، وأرسل مع كل مصحف صحابيا يجيد ما يقرأه أهل المدينة حتى لا تحدث هناك فجوة بين ما هو مكتوب وما هو مقروء لديهم. هذا نص قرآني عثماني قرشي كما كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما بتمام. وفي أثناء كتابته كان سيدنا عثمان يقول لهم إذا اختلفتم فاكتبوه بحرف قريش، لأن القرآن نزل أولا بلغة قريش. قد يقول قائل كيف يلغي عثمان الأحرف الستة؟ نقول له هذا كان بالاختيار وأن الأمر مباح، فلما حدث منه فساد قصر عثمان القراءة على حرف واحد، وبذلك حفظ الأمة من الافتراق على القرآن الكريم. لكن لم يكن في نية عثمان أن تظل القراءة واحد، بل هو يريد أن في لفترة معينة، فترة مؤقتة، حتى ينضبط الناس وتستقر الأمور وتستقر الفتوحات فيسمح بالروايات الأخرى. ولذلك إحنا ما زلنا حتى الآن نطلق على القرآن الكريم حتى لأن يقال مكتوب بالرسم العثماني نسبة إلى سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه الذي كانت تستحي منه الملائكة. الرسم العثماني هل هذا توقيفي؟ يعني نزل عن طريق الوحي؟ ولا اجتهاد من عثمان؟ لا، كان اجتهاد، هذا هو الرأي الراجع، اجتهاد من عثمان. معنى هذا أن إذا أراد أحد أن يكتب القرآن على الطريقة الإملائية الحديثة لا مانع، لكن أحسن أن نظل على كتابة القرآن بالتراث بالرسم العثماني. الرسم العثماني لم يكن منقوطا، ليست هناك نقط، ليس هناك تشكيل، ليس هناك همزة، ليس هناك مد. فجاء الرسم العثماني مستوعبا لكيفية أداء القرآن الكريم، إذا مر بالإفراد مر بالجمع، الرسم العثماني يستوعب هذا، مثل قوله تعالى والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، جاءت بالإفراد وجاءت بالجمع أيضا، والذين هم لأماناتهم، فجاء الرسم العثماني مستوعبا لهذا.
وجمعوا القرآن في مصحف واحد على لغة واحدة برسم واحد وبلهجة واحدة وأحرقوا كل ما عداه. سارت الأمة من عهد سيدنا عثمان إلى القرن الرابع لا خلافة حول القراءة، وكلهم مرتبطون برسم المصحف الذي كان عند سيدنا أو في عهد سيدنا عثمان بن عفان. إذن القرآن الكريم قد شهد جمعا في مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان مرتب الآيات ومرتب الصور، لكن لم يكن مجموعا في مصحف واحد. في عصر أبي بكر كان مرتب الآيات ومرتب الصور، لكن جمع في صحف، ليس مصحفا له دفتان، لا، عبارة عن عدة صحف. في عصر عثمان جمع في مصحف واحد، أي بين جلدتين كما نراه الآن. ولذلك قلنا المصحف الأول هو مصحف سيدنا عثمان بنفس الرسم العثماني. قرآن معجز وأمة فصيحة لم تكن لتحتاج بسليقتها إلى شكل أو نقط، وكتابة حمالة أوجه تستوعب كل ألسنة العرب. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، دي آية في القرآن أو جزء من آية في القرآن الكريم. نجد أحد الأعراب لما قرأها بدون تنقيط قال إيه لما قرأها؟ صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة. الكلمة واحدة في الرسم، لكن الخلاف هنا هو في النقط فوق الحروف، والمعنى واحد. لكن المسلمين من غير العرب كانوا يفتقدون إلى تلك الفطرة العربية، كانوا يخطئون في التشكيل أو في وضع النقط على الحروف، كما أن اللحن في الإعراب وتشكيل الكلمة يؤدي حتما إلى الفهم الخطأ، خاصة لدى السامع ذي الفطرة السليمة. دخل أعرابي إلى المدينة واستنطق بعض الصحابة ببعض آيات القرآن الكريم، فقرأ عليه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. يعني ربنا بريء من المشركين وبريء من الرسول، لكن ليست هكذا، وإنما وأن الله بريء من المشركين ورسوله، أي رسوله بريء أيضا من المشركين. من هنا استشعر الصحابة أنه لابد من وضع قواعد لتعليم العربية لغير العرب، فكان أبو الأسود الدؤلي حينما سمع بعض الأخطاء في قراءة القرآن الكريم استنهضه سيدنا علي بن أبي طالب، لأنه كان أدرى باللغة العربية، فجاء إلى بعض الكتاب وقال لهم: سأقرأ القرآن، فإذا وجدتم شفتي ترتفعان فضعوا نقطة فوق الحرف، وإذا وجدتم شفتي تنزلان إلى أسفل فضعوا نقطة تحت الحرف. يضع للصوت علامة حتى يلتزم به الجميع. بهذا بدأت عملية التشكيل الحروف. ثم جاء بعد ذلك الخليل بن أحمد وتلامذته، فبدأوا يضعون النقط فوق الحروف، يبين البه من الثه من الته عند النطق، فكان الزيادة أو الإضافة أو التطوير في الخط العربي الذي كتب به القرآن وليس زيادة في القرآن الكريم، حتى استوت هذه الأطر في موضوع الشكل والنقط، وصار المصحف على هذا النمط الذي نقرأه الآن. ثم أصبح للقراءة وللمصاحف فن قائم بذاته، يعني علامات الوقف وعلامات المد وعلامات الانتهاء السجدة.
ثم أضيف بعد ذلك عملية التربيع والتجزيء، لكن هذه ليست في صلب القرآن، هي إشارات من الخارج. وهكذا صار المصحف على هذا النمط إلى وقتنا الحاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لم يترك نقط الإعراب أو نقط الإعجام فغراً لأي لحن أو لبس، واستقر للمصحف الشريف رسمه الذي غدا مهيئاً لاستيعاب أحرف العرب جميعاً، مناسباً لطرائقهم في النطق دون إخلال بالمعنى، فيما عرف بالقراءات. جاء في القرن الرابع من يختلف حول القراءة، هل تثبت بالسند فقط وصحته إلى رسول الله، أم لا بد من مراعاة الرسم العثماني؟ معنى القراءة أو معنى القراءات هو في النطق والتجويد والتلاوة في الصوت، وليس في المعنى أو في كلمة من الكلمات. اجتمع علماء الأمة بقيادة الإمام أبو بكر ابن مجاهد، واتفقوا على بعض القواعد التي يختارون بها القراءات المنتشرة في الحواضر الإسلامية. اتفقوا على أنه لا بد من صحة السند، ولا بد من موافقة الرسم العثماني، ولا بد من موافقة اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. ثم بحثوا في القراء المشهورين في الحواضر الإسلامية الذين يتميزون أولا بحسن الأداء وبالورع والتقوى والصدق في السلوك. وقع الاختيار على 7 من القراء المشهود لهم، فانطلقوا على مسار الأحرف 7: عبد الله بن كثير من مكة، ونافع من المدينة، وعاصم وحمزة والكسائي من الكوفة، وأبو عمرو بن العلاء من البصرة، وعبد الله بن عامر من الشام. فكانوا في البدء 7. هناك 3 آخرون تتحقق فيهم هذه الشروط، فأضافوا إليهم قراءة سيدنا أبو جعفر وقراءة خلف وقراءة سيدنا يعقوب، فصارت القراءات 10. العشر المشهورة، لكن هناك 14 قراءة للقرآن الكريم. وانتشرت بعد القراء 10 رواه لكل قارئ، ومنهم عندنا في مصر مثلا حفص عن عاصم. حفص هذا راو عن سيدنا عاصم الذي هو أحد القراء 7 والقراء 10. وبناء على ذلك وجدنا في بعض البلاد الأخرى ورش عن نافع أو قالون عن نافع، ف استقرت الأمور على هذا، ولا يوجد إطلاقا أي اختلافات بين القراءات تتناقض بعضها مع بعض. وبعد أن استقر للمصحف شكله الأولي من نقط وتشكيل وعلامات، فضلا عن التجزيء والتربيع، اجتهد النساخ وتفننوا في أنواع الخطوط ما بين كوفي وديواني ونسخ ورقعة وثلث، بغية تزيينه تعظيما لقدره وتقديسا لأحرفه، وتنافس في ذلك المتنافسون، لكن متعتهم بذلك العمل الجليل لم تحل دون المشقة والعناء أمام كثرة الذين يرغبون في اقتناء نسخة
من المصحف الشريف. ويمر الزمان وجند الله لا يزالون في خدمة كتابه الخاتم، فيأتي القرن الخامس عشر حاملا معه ما يكفي كل هؤلاء مشقة النقل اليدوي ومضنة الخطأ البشري الوارد. إنها الطباعة التي يسرت على الكتبة الكثير من الجهد ووفرت على النساخ وقتا طويلا. ظهرت الطباعة في ألمانيا في القرن الخامس عشر الميلادي تقريباً 1450 ميلادية على يد جوتنبرغ، وأول نسخة من المصحف الشريف طبعت في ألمانيا سنة 1113 هجرية، تقريباً كده بدايات القرن السادس عشر الميلادي. ثم بعد ذلك طبعت نسخة أخرى في إيطاليا، ثم بعد ذلك طبع في مصر في عام 1923 في عهد الملك فؤاد، إلى أن أصبحنا لدينا مؤسسات لطباعة المصحف الشريف بالرسم العثماني كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما بتمام. عشان تطبع مصحف لازم أولا تقدم طلب لمجمع البحوث الإسلامية، به لجنة المصحف خاصة وتضم كبار العلماء في علم القراءات والتجويد، وتقوم هذه اللجنة بمراجعة القرآن الكريم والتدقيق والعناية في الشكل وفي الضبط وفي علامات الوقف والتأكد من عدم أخطاء أو حذف كلمات أو مثل هذا القبيل. يتقدم إليها من يريد طبع المصحف بصورتين أو بنسختين من القرآن التي تم طبعه، ثم بعد ذلك تعطيه أمرا أو موافقة بالطبع فقط، ثم يعود مرة أخرى إلى اللجنة لمراجعته مرة أخرى. تسريح الطبع دوت بيفرض عليك أنك تطبع 50 مصحف فقط، وبترجع تاني تقدمه لمجمع البحوث بيتراجع من أول وجديد. فإذا ما تم التأكد من تنفيذ كل الملاحظات التي أبدتها اللجنة وتأكدت أن المصحف المدون داخل هذا الكتاب هو مطابق لجميع المصاحف وليس به أدنى خطأ حتى النقطة حتى الفتحة أو التقصير في الشكل، تتأكد نعطيه تصريحا بالتداول، والتصريح مدته 5 سنوات أو بالعدد فيما لا يزيد عن 40,000، ثم يعود مرة أخرى إلى اللجنة كي يجدد التصريح وكي يعيد طبع مرة أخرى. وفي عصرنا هذا حدثت تطورات كلها من أجل حفظ القرآن الكريم. جاءكم بالهدى كتاب كريم، لكل زمان ومكان كلمة ربي صالحة،
جامعة مانعة للأحكام. سخرت إلهي من جندك فرسانا تخدم قرآنك، فوعته صدور ثم سطور شرفت بالنور الأعظم، تتعهده الأجيال ليبقى ويواكب كل الأزمان. يتطور نسخا وكتابة، يتألق تقنية وطباعة، معجزة خالدة في اللفظ وفي المعنى. وعدت ربي بحفظ كتابك، ومن أوفى بعهده من الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم.